نعم أحبتنا الكرام، ننتقل معكم مباشرة إلى المؤتمر، إلى الجلسة البحثية الرابعة لليوم الثاني من أيام المحفل العلمي الدولي 14، وتحت مسمى المؤتمر الدولي التاسع لقياسات المعلومات والتواصل العلمي بين النظرية والتطبيق. وسيكون رئيسا لهذه الجلسة سعادة البروف سلام جاسم العزي، وإليكم أحبتنا الكرام سيرة مختصرة للدكتور. فالأستاذ المساعد الدكتور سلام جاسم عبد الله العزي أستاذ جامعي بتخصص المعلومات والمكتبات من الجامعة المستنصرية في العراق بتخصص دقيق جودة إدارة المعلومات، وله من مجالات الاهتمام والمكتبات الإلكترونية ومجالات الحوكمة في مؤسسات المعلومات، الجودة وخدمات المعلومات التقليدية والإلكترونية، قياسات المعلومات. ولسعادة البروف أكثر من 30 بحثا داخل العراق وخارجه في مجالات التخصص، وهو أيضا يتقلد الآن منصب الأمين العام للمكتبة المركزية في جامعة ديالى، وأيضا هو عضو للعديد من اللجان الوزارية وأهم وعضو استراتيجية التربية والتعليم العراقية منذ العام 2021 إلى 26، تدريسيا في تفضل. كلية القانون وعلوم السياسة بنفس الجامعة. حياكم الله سعادة البروف سلام العزي، ولكم الصلاحية في إدارة الجلسة، تفضل. جزاك الله بسم الله عنا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وآله وصحبه أجمعين. تحية مسائية طيبة معطرة لجميع الأساتذة الكرام الحضور. نتشرف أن نكون معكم في هذه الأمسية 120 دقيقة من الآن ضمن وقاع المؤتمر الدولي التاسع لقياسات المعلومات والتواصل العلمي بين النظرية والتطبيق في جلسته البحثية الرابعة من اليوم الثاني. الشكر الكبير أريد التي دائما تتحفنا بالإنجازات العلمية الكبيرة المتواصلة والمفيدة والمعطاءة في مختلف المجالات العلمية ومن ضمنها مجالات قياسات المعلومات. والشكر موصول أيضا لأخي وزميلي السيد عدنان مدير القاعة لهذه الكلمات الطيبة المباركة. نبدأ على بركة الله تعالى، سوف نكون مع 4 بحوث خلال هذه الجلسة البحثية اليوم إن شاء الله تعالى. نتمنى من جميع إخواننا الأساتذة الكرام الباحثين أنه نلتزم بالتوقيتات المحددة لكل باحث، والبالغة 15 دقيقة إن شاء الله تعالى. في نهاية الجلسة سوف يفتح باب النقاش لربع ساعة لتقديم أي استفسار أو أي ملاحظة حول أي بحث، لذا نتمنى من جميع إخواننا الحضور تثبيت أي سؤال ضمن أي محور أو ضمن أي محاضرة، وإن شاء الله تعالى نفسح لكم المجال في نهاية هذه المحاضرة للبدء بهذا المجال. على بركة الله نبتدئ في المحاضرة الأولى للبحث الأول للسيد قوالي نور الدين أستاذ، لبحثه الموسوم المواقع الإلكترونية للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر، دراسة ويبومترية باستخدام معامل التأثير. طبعا نستأذن أستاذنا العزيز أستاذ قوالي في تقديم سيرة ذاتية مختصرة لجنابه الكريم. المعرف لا يعرف، لكن من باب الإفادة والحضور الكريم نتمنى تعريف مختصر لجنابك قبل البدء. المايك إليك، تفضل دكتور. شكرا أستاذ. هل أولا هل العرض واضح أستاذ؟ العرض يعني هسه قبل قليل كان واضح، هسه حاليا يعني ما كان واضح، بس قبل قليل كان ظهرت الشاشة عندنا. هنا يعني كان واضح الآن؟ هسه تمام، توكل بالله، تمام واضح. شكرا شكرا أستاذ. تمام. إذا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أولا أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لجميع القائمين على إنجاح هذه التظاهرة العلمية القيمة والمتميزة، وعلى منحهم للفرصة للمشاركة في هذه الفعاليات الممتازة للمحفل العلمي الدولي. وبدون إطالة، اخترنا المحور الثاني من محاور المؤتمر والموسوم قياسات المعلومات والنشاط العلمي في المجتمعات العلمية لإلقاء مداخلة تحت عنوان المواقع الإلكترونية للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر، دراسة ويبوميترية باستخدام معامل تأثير الويب. وطبعا هذه المداخلة من تقديم الدكتور جوالي نور الدين من الجزائر بصفة أستاذ محاضر با بقسم علم المكتبات والتوثيق لجامعة الجزائر سنين عبد الله. فتعتبر المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر من أبرز الآليات التي تساهم في عملية تطوير وتثقيف جميع فئات المجتمع باعتبارها من أهم مظاهر التغيير الاجتماعي والاقتصادي، وأحد أقطاب تأسيس مجتمع المعرفة وأداة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة. ولقد عرفت تطورا ملحوظا في العقود الأخيرة مع ظهور شبكة الإنترنت التي ساهمت بشكل كبير في تحسين خدماتها المكتبية واختصار المسافة بينها وبين مجتمع المستفيدين منها، وذلك من خلال إنشاء مواقع الويب التي تمثل واجهة المكتبة على الفضاء الافتراضي. في حين تزامن ذلك مع الاهتمام بجوانب جودة مواقع الويب باعتبارها الواجهة التي تعكس مستوى المكتبات التي تتبعها، وضرورة تبيان مدى حضورها على الشبكة العنكبوتية العالمية وقياس حجم صفحاتها وعدد روابطها النصية الداخلية والخارجية ودرجة تأثيرها على شبكة الإنترنت، وذلك بالاعتماد على أداة القياس الويبومترية لا سيما معامل تأثير الويب ويب امباكت فاكتور. ومن هذا المنطلق جاءت تساؤلات الدراسة على النحو التالي: ما هي نسبة حضور المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر على الشبكة العنكبوتية العالمية؟ وما هي درجة تأثير وتأثر المواقع الإلكترونية للمكتبات قيد الدراسة على شبكة الإنترنت؟ فكان الهدف من هذه الدراسة هو أولا الكشف على مدى حضور المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر على شبكة الإنترنت، ثانيا رصد الروابط النصية المختلفة وتحديد الروابط الداخلية وروابط الخارجية وروابط الذاتية لمواقع المكتبات محل الدراسة، والوقوف على درجة تأثير مواقع المكتبات غيد الدراسة على شبكة الإنترنت، وأيضا قياس معامل تأثير الويب للمواقع الإلكترونية للمكتبات المدروسة في الجزائر، وتقديم مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في الرفع من مستوى مرئية مواقع المكتبات العمومية وتأثيرها على شبكة الإنترنت. ولهذه الأهداف طبعا اعتمدت الدراسة على منهج قياسات الويب، المنهج الويبومتري، باستخدام أسلوب معامل تأثير الويب، وذلك من خلال إجراء عملية بحث مستقلة في محرك البحث جوجل وآلة الرجوع للوراء وايباك ماشين على كل موقع من مواقع المكتبات قيد الدراسة للكشف عن بنية الروابط النصية، سيما عدد الصفحات التي يشمل عليها الموقع والعدد الكلي للروابط الفائقة للموقع طبعا، وعدد الروابط الوافدة للموقع، وعدد الروابط الخارجية للموقع، وعدد الروابط الذاتية للموقع. وطبعا كلها تدخل في تقدير مدى معامل تأثير لهذه المواقع. أما عن عينة الدراسة فلقد اخترنا عينة قصدية تتكون من 8 مواقع إلكترونية رسمية مستقلة لمكتبات رئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر، والتي تتمثل في مكتبات المطالعة العمومية طبعا تسمى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، أولا لولاية بومرداس، ثانيا لأضرار، الوادي، الجلفة، سوق أهراس، تيارة، تيبازا، وأخيرا ولاية تندوف. فأسفلت نتائج الدراسة النظرية أولا على مفهوم معامل تأثير الويب باعتبار
معامل تأثير الويب بما يسمى بويب امباكت فاكتور، مستوحى من معامل تأثير الدوريات جورنال امباكت فاكتور، والذي تم اقتراحه من الباحثين الإسباني رودريغيز وبيتر إنجويرسون منذ سنة 1997. ويعتبر معامل تأثير الويب مؤشر لقياس ومقارنة كفاءة وجاذبية ونجاح مواقع الويب على شبكة الإنترنت، كما اتضح أنه عبارة عن أداة كمية لتقييم وتصنيف وترتيب المواقع الإلكترونية ومقارنتها بالاعتماد على تحليل الروابط الفائقة. فكلما كان معامل التأثير الويب مرتفعا، كلما زاد من مرئية المواقع. كما أسفرت أيضا نتائج الدراسة النظرية على نوعين من أنواع معامل تأثير الويب، والتي تكمن في أولا معامل تأثير الويب العام أو الكلي overall with، يهدف إلى قياس مدى تأثير الموقع على المواقع الأخرى على الإنترنت، ويقدم فكرة عن الترتيب الطبقي للمواقع معتمدا على حساب إجمالي الروابط النصية للموقع على عدد صفحات الموقع. أما النوع الثاني فهو معامل تأثير بمعدل ريزلت ويف، الذي يهدف إلى قياس مدى انتشار موقع المكتبة وشهرته ومرئيته مثلا على الويب ومعرفة المواقع الأخرى ومدى تأثره به، ويتم حسابه وفقا لعدد الروابط الوافدة إلى الموقع تقسيم عدد صفحات الموقع. أما عن أدوات قياس الشبكة العنكبوتية، فهناك عدة قياسات طبعا توفرها طبعا سوق التكنولوجيا والإنترنت أيضا، ومن أهمها هناك محركات الويب التجارية لحساب الروابط الداخلية والخارجية دون تمييز بينها على غرار محرك البحث جوجل. أيضا هناك زواحف الويب لويب كراولرز لحساب الروابط الخارجية على غرار برامج إدارة المواقع سيت مانجمنت بروجرامز ريسيرش كراولرز سوسي بوت وغيرها، وقواعد بيانات إحصاء الروابط الخارجية على غرار قاعدة بيانات باجستيك سيو. أما النتائج الدراسة على مستوى نتائج الدراسة الميدانية فقط، كانت النتائج الخاصة بحجم مواقع المكتبات الرئيسية المطالعة العمومية، فهناك تفاوت في أحجام مواقع المكتبات قيد الدراسة، وجاء في المرتبة الأولى موقع مكتبة ولاية بومرداس والتي بلغ عدد صفحاتها 168 صفحة، تليها المكتبة العمومية لولاية الوادي بمقدار 152 صفحة، ثم المكتبة العمومية لولاية أدرار بمعدل 82 صفحة، أي ترتيب ثلاث المواقع الأولى. وتعد مواقع المكتبات الرئيسية المطالعة العمومية لولاية بومرداس وولاية الوادي من بين أكثر المواقع حضوراً على الشبكة العنكبوتية العالمية. كما سجلت نتائج الدراسة في هذا المستوى طبعاً مجموعة من العوامل التي أثرت على ترتيب المواقع الإلكترونية للمكتبات قيد الدراسة على غرار تغيير العنوان الإلكتروني لصفحات المواقع، تباعد فترات تحيين محتواها، فضلاً عن حداثة إنشاء مواقعها. أما النتائج على مستوى الروابط الخارجية لمواقع المكتبات المدروسة، فتحيل أغلبية الروابط الخارجية للمكتبات المدروسة إلى مواقع الهيئات الوصية سيما وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية الجزائرية. كما أدرجت أغلبية مواقع المكتبات محل الدراسة روابط إلى مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، وجاءت في المرتبة الأولى مواقع الفيسبوك ويوتيوب، تليها مواقع لينكدين وتويتر. أما فيما يخص أعمار المواقع الويب بالمكتبات المدروسة، تراوحت أعمار المكتبات قيد الدراسة ما بين 5 و13 سنة. تعتبر مواقع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بومرداس وموقع مكتبة الوادي من بين أقدم المواقع على شبكة الإنترنت. أما على مستوى الروابط الوافدة إلى المكتبات المدروسة، فلقد حظيت المواقع الإلكترونية لمكتبات ولاية الوادي وولاية الجلفة بالمرتبة الأولى من حيث عدد الروابط الوافدة إليها، وأغلبها كانت من المكتبة الجامعية لولاية الجلفة ومديرية الثقافة لولاية الوادي ودار الثقافة لولاية الجلفة، في حين جاء موقع تيارت في المرتبة الأخيرة. أما فيما يخص الروابط الذاتية لمواقع المكتبات المدروسة، فقد جاءت مواقع مكتبات ولاية أدرار وولاية بومرداس في المرتبة الأولى من حيث عدد الروابط الذاتية والداخلية بما نسبته 25.49%
21.08% على التوالي من إجمالي روابط المستوى المسجلة على هذا المستوى. وأما فيما يخص معامل تأثير الويب لمواقع دكتور المنتجات، قوالي، بعد إذنك دكتور قوالي، نعم جاءنا إخواننا بالدردشة يقولون بعد إذن الدكتور بس يكبر لنا الشاشة حتى مستوى الرؤية يكون أوضح، يعني خلي يكون العرض كامل. شكرا هذا الجنابة، الأستاذ، هكذا واضحة؟ شكرا شكرا، واضحة، يعني في توكل هذا بالله، الشكل شكرا، واضحة؟ تمام، توكل. شكرا. إذن وأخيرا أفادت النتائج بمعامل على مستوى معامل تأثير الويب لمواقع المكتبات قيد الدراسة، أنه جاء موقع المكتبة الرئيسية للمطالع العمومية لولاية بومرداس من بين أكثر المواقع تأثيرا حسب معامل التأثير الكلي، بحيث بلغت نسبة تأثيره بمعامل قدره 5.2، يليها موقع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية أضرار بمعامل بلغ 4.5، ثم موقع مكتبة ولاية الجلفة بمعامل قدره 2.2، في حين جاء معامل التأثير الكلي لمواقع المكتبات المدروسة المتبقية بنسب متدنية لم تتعدى نسبة 1.9. وأسفرت طبعا، هذه بالنسبة للتوصيات عفوا. وفي الأخير حاولنا تقديم مجموعة من التوصيات لفائدة هذه المكتبات المدروسة. أولا من بينها لابد من تحديد معايير موحدة لمواقع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية على المستوى الوطني، والالتزام بمواصفات الهيئة الدولية World Wide Web Consortium بما يزيد من فهرستها لدى محركات البحث. أيضا لابد من تشجيع مكتبات المطالعة العمومية على تعزيز تواجدها على شبكة الإنترنت من خلال إنشاء مواقع إلكترونية على الويب. أيضا لابد من إصدار طبعات باللغات الأجنبية لمواقع المكتبات مما سيزيد من مرئيتها على الويب، ومن ثم تحسين ترتيبها وطنيا ودوليا. أيضا تحسيس القائمين على المواقع الإلكترونية لمكتبات المطالعة العمومية بضرورة مراقبة وتحيين بصفة دورية للروابط النصية الداخلية والخارجية لصفحات الموقع. كما أيضا توصي الدراسة بتشجيع الدراسات الويبومترية لقياس معاملات تأثير مواقع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، على أن يتم إعداد تقارير دورية تشمل على الترتيب الطبقي للمواقع وفقا لمعامل تأثير المعتمد. أيضا ربط مواقع المكتبات بشبكات التواصل الاجتماعي من خلال إدراج روابط النصية لحسابات الاجتماعية على الشبكة، وجعل مواقع المكتبات متوافقة مع متطلبات الهواتف الذكية بما يسهل استخدامها وتصفحها من طرف المستفيدين. وأخيرا تسخير أدوات تحسين محركات البحث التي تسمى Search Engine Optimization المواتية للرفع من مستوى الموقع الإلكتروني وتحسين ترتيب صفحاته في النتائج الطبيعية لمحركات البحث. وفي الأخير نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتمنى التوفيق لجميع زملائي الباحثين والأساتذة. شكرا جزيلا دكتور قوالي على حقيقة الالتزام الدقيق جدا بالدقيقة على وقت المحاضرة. شكرا لهذه المعلومات القيمة، شكرا لهذه المعلومات الغنية في مجال مواقع الويب وماتريكس المكتبات، وإن شاء الله تعالى نتمنى من إخواننا الحضور تثبيت ملاحظاتهم، إن شاء الله نفتح باب المناقشة في نهاية هذه الجلسة. شكرا جزيلا لجنابك دكتورنا الكريم. ننتقل الآن إلى البحث الثاني. دكتور عبد الكريم حجاب موجود جنابك؟ السلام عليكم. نعم أنا موجود. عليكم السلام، شكرا جزيلا جنابك. ننتقل الآن بإذن الله تعالى إلى البحث الثاني المعنون بشبكات التعاون العلمي، يلقي على مسامعنا سعادة الدكتور عبد الكريم حجاب، ونتمنى أيضا الالتزام بالوقت الكريم المخصص 15 دقيقة، ونتمنى ونطلب من جناب الدكتور عبد الكريم نبذة مختصرة
عن جنابه قبل البدء المحاضرة. المايك لك، تفضل دكتور. شكرا أستاذ، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نشكر الهيئة العلمية على قبول مداخلتنا الموسومة بشبكة التعاون العلمي. أولا أقدم نفسي، أنا طالب دكتوراه حجاب عبد الكريم من دولة الجزائر، طالب في سنة ثالثة الدكتوراه، نعم، من جامعة أبو القاسم سعد الله، جامعة الجزائر 2. أولا بداية نقدم هذه المحاضرة، إن شاء الله تكون في توضح الموضوع الذي سوف الموسوم به شبكة التعاون العلمي، وسوف نأخذ العناوين الآتية. أولا هناك تعريف شبكة التعاون العلمي، أنواعها والبرمجيات التي تقوم برسم هذه الشبكات، بالإضافة إلى بس مؤشرات. عفوا دكتور، بس كبر الشاشة الله يحفظك، يعني بناء على رغبة الحضور خلينا الشاشة بالحجم الكامل. نعم، هذا الآن واضح الحضور. يعني واضح بس الشاشة ما كبرت، يعني اكو زر في نهاية بأسفل البرنامج الباوربوينت مع الزائد والناقص بصفة علامة كأس، انقر عليه حتى يكون الشاشة عرض كامل يعني مو جزئي، حتى تكون واضحة للحضور. خليك دير بلان إيكرون، دير بلان إيكرون. نعم، إذا أوكي توكل بالله، توكل عمود الوقت نستفاد من عنده. إذا مو نعم، يعني تحت لتحت لتحت أدروات تلقاها بلان إيكرون، وين مكتوب ديابوراما؟ نعم، تحت خلاص فقط. خلينا نتوكل على الله. طبعا ملاحظة، بإمكان الحضور يعني بالشاشة، لمس يكبرون الشاشة تطلع واضحة. توكل بالله دكتور، ابدأ بالمحاضرة. نعم، أولا العناوين التي سوف نتم خطط البحث. أولا تعريف كما قلت شبكة التعاون العلمي، أنواعها بالإضافة إلى برمجيات رسم هذه الشبكات، كذلك مؤشراتها التي تتكون من نوعين، مؤشرات إحصائية وهيكلية، بالإضافة إلى استخدامات هذه الشبكات. البداية مقدمة، تعد أن التعاون العلمي هو الآن هو سمة التعاون العلمي هو سمة العلم، هو مفتاح تطوير وتنمية الكفاءات البحثية على المستويات الوطنية في كل بلدان العالمية. وهذه الظاهرة انتبه لها العديد من الباحثين المهتمين بالنشاطات العلمية، وأولهم كان سميث ثم سولا برايز. لاحظوا أن هناك تزايد الأوراق البحثية متعددة المؤلفين، إلا أنهم ارتأوا أن هذه الظاهرة العلمية يجب دراستها والغوص فيها، وذلك بالاتباع المنهجي الببليومتري الذي يساعد في التعمق في دراسة العلاقات بين الجهات المتعاونة، سواء كانت باحثين أو مؤسسات بحثية أو دول. فتمت بداية دراسة هذه الظاهرة من خلال الاعتماد على بعض الوسائل، منها الاستبيانات والمقابلات وغيرها، ثم الانتقال إلى بعض المؤشرات الرياضية مثل دراسة درجة التعاون ومستوى التعاون وغيرها من المؤشرات الذي وضعها مجموعة من الباحثين. ثم الآن انتقلت الدراسات إلى شكل أعمق بكثير لدراسة هذه العلاقات وقوتها وضعفها وغيرها، باتباع الشبكات البيبليومترية التي تصف بشكل دقيق وتصور لتلك هذه العلاقات التي تجمع بين هذه الجهات المتعاونة. من بين الأسئلة، أولا ما هي المقصود بالشبكات البيبليومترية التعاونية؟ ما هي مختلف المؤشرات التي تعبر عن حالة التعاون العلمي بين الجهات المتعاونة؟ ما هي أهم البرمجيات المساعدة في رسم هذه الشبكات؟ فيما تتمثل أبرز هذه الاستخدامات؟ أهداف الدراسة هو فك الغموض على بعض المصطلحات التي تساعد على فهم الشبكات البيبليومترية وتحليلها، تشجيع الباحثين على استخدامها في الدراسات البيبليومترية للتعمق أكثر في المستقبل، كذلك التعريب بالبرمجيات رسم الشبكات البيبليومترية. أولا بداية بالتعريف،
ببساطة شبكة التعاون العلمي، وهي عبارة عن تفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة، وهي الجهات المشاركة في العمل البحثي، باحثين أو دول أو مؤسسات، والتي يتم تمثيلها في الشبكات بواسطة العقد، والتي هي عبارة عن دوائر، وتمثل حجم هذه العلاقات أو ما يدل على وجود هناك علاقة، هو بواسطة ما يعرف باسم الحواف، والذي يدل على أن هناك علاقة بين الجهتين المتعاونتين، وسمك هذه الحافة وهو دليل على قوة العلاقة التعاونية بين الجهتين المتعاونتين. في الآن في هذا المخطط الأول يمثل نموذجا مبسطا على الشبكة الدوائر. السلايدات واقفة دكتور، يا ريت تتحرك ويا حتى الإخوان العرض، يعني أثناء الشرح دائما هناك تنتقل من سلايد لآخر. تمثل دائرة علاقات تعاونية العلمية موجودة بين التعاون العلمي. الأستاذ رهي، أستاذ عبد الكريم، يا ريت السلايدات تتحركها ويا الشرح حتى العرض يتوافق. يمشي، واقف العرض يمشي العرض، واقف على السلايد الأول. واقف على السلايد الأول. اي، ما لحد الآن على خطة البحث اللي هي المقدمة والأسئلة، مؤشر يمنى بالماوس انزل على السلايد اللي دا تشتغل بجنابك تعرض بيه. بس بالماوس انزل على السلايد وانقر انتر. الآن ظهر أستاذ أم لا؟ اي، بالاتجاهات، انقر بالاتجاهات هو ينتقل. استاذنا عندي ينتقل بشكل عادي، أنا يلا توكل توكل، احنا على أسألك مود على عنه. الجمهور، يعني رغبة الأساتذة. تفضل تفضل، حتى الوقت لا ينفذ، كمل نسمعك صوتيا. نعم، كما أشرت هناك أنواع من الشبكات التعاون العلمي. هناك الشبكة الموجهة، وهي تمثل علاقات متبادلة بين عقدتين أو بين جهتين متعاونتين، وهي حركية ثنائية الاتجاه. عندنا النوع الثاني وهي الشبكات الغير موجهة، وهي تمثل علاقة من طرف جهة واحدة فقط، وهي هذا النوع من الشبكات لا يحبذ استخدامه نظرا لأنه لا يعطي وضوح للباحث على طريقة سريان التعاون أو اتجاهه. لدينا برمجيات رسم الشبكات التعاون العلمي، من أهمها هناك العديد من البرمجيات، ولكن اختار برمجيتين فقط لعدة أسباب، لأنهما يعطينا كل البيانات التي يحتاجها الباحث على الرصيد العلمي الذي سيتم دراسته. أولا برمجية فوز ويور، وهي أداة برمجية مجانية لإنشاء وتصور الشبكات البيبليومترية، يمكن إنشاؤه على أساس الاستشهاد أو الاقتران البيبليوغرافي أو الاقتباس المشترك أو علاقات التأليف المشترك، كما توفر وظيفة استخراج النصوص التي يمكن استخدامها لإنشاء تصور شبكات تواجد مشترك للمصطلحات المهمة والمستخرجة من مجموعة من المؤلفات العلمية، وهي متاحة أيضا على شبكة الإنترنت. الصورة الأولى تبين نموذج عن شبكة بيومترية باستخدام البرمجية فوز فيور. كذلك ينبغي الإشارة إلى أن إمكانية استخدام برمجية فوز فيور المتاحة على الخط تكون أونلاين، الذي تعطينا أيضا معلومات إضافية على البرمجية التي تكون محملة على الحاسوب دون استخدام الإنترنت. هذه البرمجية المتاحة كيف يمكن العمل بها؟ حسب تجربتي في العمل على البرمجية، يتم استخدام البرمجية أوفلاين وأونلاين كليهما، لأن لما نقوم بتنزيل البرنامج على الحاسوب يحتاج إلى ملف بصيغة سي إس في لإنشاء مختلف شبكات بيومترية، وعند العمل على البرمجية المتاحة على الخط فلا يقبل هذه الصيغة، فيجب تنزيل كل بيانات الشبكة لوحدها، من ثم إدخالها في هذه البرمجية تعطينا عدة بيانات عن الشبكة تتمثل في عدد المجموعات البحثية، كذلك إجمالي قوة الارتباط وعدد الروابط والعناصر المتعاونة كما هو موضح في
هذه الصورة على تبين كيفية تنزيل الملف من برمجة فويس ويفر أوفلاين إلى لاستخدام هذا الملف في البرمجية المتاحة على الخط. الشكل الصورة الآن تمثل صيغة الملف المنزل من برمجية فويس ويفر أوفلاين، هذا الذي يتم إدخاله في البرمجية المتاحة على الخط، وعند إدخاله يتم الحصول على الشبكة الآتية، وهي كما هي تمثل هذه الشبكة مجموعة المؤلفين، ولكن ما يهمنا بالضبط هو عدد المجموعات وقوة ارتباط الشبكة، وكذلك عدد المجموعات البحثية المشاركة في الإنتاج العلمي. فهذه هي أهم الجدول الأول، يمثل أهم المعلومات التي تعطينا لها البرمجية المتاحة على الخط، أو المجموعات البحثية عددها، عدد إجمالي قوة الارتباط، إجمالي عدد الروابط، وكذلك العناصر المرتبطة ببعضها البعض. أما البرمجية أوفلاين تعطينا مجموعة من المعلومات، هي عدد المؤلفين، عدد المؤسسات، عدد الدول، عدد الكلمات الرئيسية والاستشهادات، عدد الوثائق التعاونية، ترتيب الأطراف المتفاعلة حسب قوة التعاون، تحدد عدد المجموعات البحثية وعدد الأعضاء الذين ينتمون إليها، تحديد الفترة الزمنية بالسنوات للعملية التعاونية، وكذلك تحديد كثافة الشبكة. البرمجية الثانية وهي برمجية كيفي، وهي أيضا برمجية مفتوحة المصدر متعددة المنصات، هذه تستخدم في تحليل الشبكة واستكشافها ومعالجتها. فهي البرمجة كيفي وفويس ويفر الشيء المميز يحتوون على كافة المعلومات الخاصة بالتعاون، كذلك قدرتهم على استيعاب عينة البحث تكون أكثر من 20,000 عقدة بشكل عادي، عكس باقي البرمجيات التي يستخدم ولا يمكن احتواء عدد كبير من المنشورات العلمية التي سيتم دراستها. هذه البرمجية تستخدم في تحليل أو استخلاص مجموعة من البيانات، نفس العينة التي نستخدمها في فويس ويفر نأخذ منها البيانات التي تم الآن عرضها، ثم جيفي تقوم بالعديد من بشيء آخر، وهي إعطاء إحصائيات كلية للإنتاج الفكري. فهي من ناحية الشبكة لا تعطي تصورا مرئيا واضحا مثل فويس ويفر، ولكنها أولا تعطينا درجة الشبكة ككل، توزيع الدرجة، كذلك الكثافة، توزيع المحاور، رتبة الصفحات، وكذلك النمطية، وإحصائية الاستدلال ومعاملات التجميع. كل هذه البرمجة التي لا تعطيها لنا فويس ويفر تعطينا لها برمجية ديفي، يعني أن البرمجيتين مكملتين لبعضهما البعض. من أهم المؤشرات شبكات التعاون العلمي، أولا المؤشرات الإحصائية تتمثل حجم عينة هو العدد إجمالي الأوراق التعاونية، كذلك حجم الشبكة وهي إجمالي عدد العقد، قوة الارتباط وهي مجموع البحوث التعاونية التي يقوم بها الأطراف المتعاونة مع أطراف أخرى، ربط الشبكة وهي عدد الاتصالات بين المتعاونين سواء كان الباحثين، مؤسسات والدول، ويتم حسابه بقسمة عدد الحواف على عدد العقد. للأمانة فعدد العقد أو عدد الحواف ربما في الشبكات الكبيرة لي أو في الشبكات حتى الصغيرة لا يتم حسابها مرئيا من قبل الباحث، ولكن البرمجية جيفي تعطيه العدد مباشرة، يعني بشكل سهل، يعني فقط استنتاج كل البيانات من طرف البرمجيتين فقط. لدينا أيضا تردد الشبكة وهي إجمالي أوقات التعاون بين المتفاعلين، كذلك لدينا كثافة الشبكة وهي نسبة ربط الشبكة وأقصى قيمة ممكنة لها، وهي عدد الخطوط أو الحواف الواردة مع كل عقدة، وتسمى الشبكة ذات الكثافة المتكاملة، تكون أعلى الشبكة وتكون متكاملة تكون رقم واحد، فهي أيضا أن الكثافة الشبكة دائما تكون ما بين المحصورة ما بين العددين 0 إلى 1. لدينا أكثر أيضا المؤشرات هيكلية وهي خاصة بهيكلة الشبكة، من أهمها أولا لدينا المسار وتسلسل الحواف بين عقدتين، فمثلا لدينا المسار من اثنين، مثلا من العقدة اثنين إلى العقدة خمسة لدينا 3 مسارات الدورة، وهي تبدأ من نفس العقدة وتنتهي عندها، مثلا لدينا المسار من 1 إلى 3 ثم 2 ثم 1، هذه تسمى دورة كما هي تظهر في الشكل رقم 4.
لدينا أيضا المسافة وهي طول أقصر مسار بين العقد، ويتم تحديد متوسط هذه المسافة من خلال وسط الحسابي للمسافة بين جميع أزواج العقد التي لها مسافة محددة وتنتمي نفس المكون المتصل. لدينا أيضا نمطية وهو مقياس مصمم لقياس قوة تقسيم الشبكة إلى مجتمعات، حيث تختلف قيمة مؤشر نمطية بين واحد إلى ناقص واحد، محصورة بين واحد وناقص واحد، وتتوافق القيمة العالية للنمطية مع هيكل توجد فيه اتصالات كثيفة بين العقد داخل المجتمعات. لدينا أيضا عدد العقد المعزولة وهي الغير متصلة، بمعنى أنه المؤلفين قاموا بالنشر الفاضي استاذنا الكريم دكتور لأبحاثهم. عبد الكريم، باقي لك دقيقة واحدة نعم وتنهي، لأنه الوقت حتى نسمح للآخرين إن شاء الله. نعم دقيقة واحدة باقية، نعم نرجو إذا الاختصار بدقيقة إن شاء الله. هذه أبرز، نعم ننتقل إلى استخدامات الشبكات التعاون العلمي. لدينا شبكات التأليف المشترك وهي تعطي الروابط المهنية بين المتعاونين المشاركين في إنتاج ورقة بحثية، وهي على تتم حساب على مستوى المؤلفين والدول والمؤسسات. لدينا أيضا شبكات الكلمات الرئيسية وهي تعطي نظرة عامة على المصطلحات المنشورة، المصطلحات الرئيسية للمنشورات العلمية، وهي توضح التوجهات الموضوعية للرصيد المدروس. لدينا شبكة استشهادات المشتركة وهي التكرار التي يتم فيه الاستشهاد بالدراستين من الأدبيات السابقة معا في أدبية أخرى، وتعتمد قوة الاقتباس على عدد المنشورات التي تستشهد بكلا المنشورين معا. لدينا أيضا شبكة الاقتران البيبليوغرافي وهي عملية استشهاد من طرف ورقتين بحثيتين بورقة أخرى ثالثة في البيبليوغرافيات الخاصة، كلما كان هناك تشابه أكبر في عدد المراجع المستشهد بها في الوثيقتين تكون هناك علاقة قوية أكبر بينهما. هذه أهم العناصر التي تم التطرق إليها في هذه المداخلة، وأستسمح من الباحثين لعدم ظهور العرض التقديمي لديهم، وشكرا. يعطيك الصحة أستاذ، بارك الله فيك. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز أستاذ عبد الكريم على هذه المحاضرة القيمة حول منصات التعاون العلمي وعلاقتها بالنتاجات الفكرية ومستوى العلاقات الارتباطية والعلاقية بين البحوث العلمية. شاكرين تقديم هذه المحاضرة، وبلا شك ماكو مشكلة بالنسبة للعرض، هاي مشاكل عادية تصير إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى البحث الثالث، ما أعرف دكتورة شذا عبد الله والمدرس المساعد شيماء أحمد والسيدة وئام عبد الله متواجدين إن شاء الله تعالى. دكتور للأسف لم يتمكنوا إلى الآن من الدخول. ننتقل لعد نرجع للسيد قوالي في البحث الرابع حتى نستثمر الوقت إن شاء الله تعالى. دكتور قوالي، نلتقل مع البحث الرابع أو الثالث في هذه الجلسة العلمية إن شاء الله تعالى للدكتور قوالي نور الدين بعنوان بحثه الموسوم اتجاهات الطلبة نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النشاطات العلمية والبحثية، تطبيقات الهواتف الذكية نموذجا. اتفضل دكتور، المايك لجنابك. شكرا أستاذ. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. تحية مجددة للجميع. سأحاول تقاسم أو عرض تقديم العرض التقديمي على الشاشة. واضح أستاذ؟ واضح دكتور، بس كبر لنا الشاشة من بعد نعم إذن جنابك. نعم أجل حاضر. شكرا جزيلا، لا العفو أستاذ. ممتاز. إذن بدون إطالة، تندرج هذه المداخلة الثانية ضمن المحور الرابع من محاور المؤتمر والموسوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلقاء مداخلة تحت عنوان اتجاهات الطلبة نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نشاطاتهم في النشاطات العلمية والبحثية، وأخذنا مثال لتطبيقات الهواتف الذكية نموذج. وطبعا البحث مقدم من طرف الأستاذ جوالي نورتين من الجزائر، أستاذ محاضر باق بقسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر 2
أبو القاسم سعد الله. فيعتبر مجال تطبيقات الهواتف الذكية كجزء من مخرجات تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي غيرت من طرق التعامل مع الهواتف المحمولة واستخدامها في جميع مناحي الحياة، وبشكل خاص في مجال التعليم والتعلم، بحيث تسمح لطلاب الجامعات باستهلاك الموارد التعليمية المختلفة عن بعد دون القيود الزمانية والمكانية، وخلق فرص جديدة ورائدة للمكتبات الجامعية لابتكار خدمات المعلومات المتنقلة التي من شأنها تيسير طرق البحث واسترجاع مصادر المعرفة لدى المستفيدين. في حين قد يتطلب تنفيذ خدمات الهواتف الذكية في المكتبات إلى معرفة مدى طلاقة الطلبة في استخدام تقنية المعلومات واستعمال المصادر الرقمية وطرق البحث عنها واسترجاعها وانتقائها وتقييمها ضمن الفروق الفردية على مستوى الوعي المعلوماتي للمستفيدين طبعا، فضلا عن معرفة مستواهم التعليمي وتخصصاتهم العلمية. وهو ما يقودنا إلى طرح التساؤلات التالية: ما هي الاتجاهات الإيجابية والسلبية المعبرة عن تجربة استخدام طلبة قسم علم المكتبات وطلبة قسم علم النفس لتطبيقات الهواتف الذكية طبعا بجامعة الجزائر 2؟ ما هي الصعوبات التي تواجه الطلبة في استخدام الهواتف الذكية في عملية البحث واسترجاع المعلومات؟ ما مدى وعي المبحوثين بأهمية استخدام الخدمات المكتبية المتنقلة والقائمة على تطبيقات الهواتف الذكية؟ وما هي الآليات الكفيلة لتفعيل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في النشاطات التعليمية والبحثية للطلبة الجامعيين؟ للإجابة على هذه التساؤلات اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بشقيه المسحي والتحليلي من أجل جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها في ضوء متطلبات الدراسة والوصول إلى نتائج دقيقة. أما عن عينة الدراسة فقد تم اختيار عينة عشوائية تكونت من 350 طالب جامعي في تخصصات علم المكتبات والتوثيق وعلم النفس والمنتسبين إلى جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله. أما عن أداة جمع البيانات فلقد اعتمدت الدراسة الميدانية على الاستبانة لجمع البيانات والمعلومات حول الظاهرة المدروسة، والتي تضمنت طبعا على 13 سؤال مختلفة، أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة. وكما تم توزيع عدد 350 استبانة عن طريق تقنية جوجل فورمز، واستجاب عدد 298 فردا بما يمثل 85.14% من عينة الدراسة. إذن فبدون إطالة، أفادت نتائج الدراسة أن أغلبية المبحوثين يمتلكون الأجهزة الإلكترونية المحمولة، مما يدل على جاهزيتهم للتعامل والتفاعل مع تطبيقات الهواتف الذكية وتسخيرها بما يفي باحتياجاتهم التعليمية والبحثية. واحتلت الهواتف الذكية الرتبة الأولى بنسبته 63.27% من مجموع الإجابات المحصلة عليها، وجاءت في الرتبة الثانية الحاسوب اللوحي وجهاز الآيبود بنسب متقاربة قدرت ب 15.40% و14.22% على التوالي، ولم تتعدى نسبة 3.55% على مستوى جهاز قارئ الكتب الرقمية والهاتف العادي. وقد تفيدنا هذه النتائج بالاتجاه الإيجابي لأفراد عينة الدراسة نحو امتلاك الهواتف الذكية، وهو مستوى جيد لكن لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، لا طالما هناك فئة من الطلبة محرومة من المستلزمات الضرورية للانتفاع الكامل بتطبيقات الهواتف الذكية في نشاطاتهم العلمية والبحثية. كما أفادت النتائج أيضا أن أغلبية الطلبة المبحوثين يتصلون بشبكة الإنترنت بصفة دائمة، وهو ما نسبته 72.42% من مجموع الإجابات المحصلة عليها، بينما عبرت نسبة 26.17% من أفراد عينة الدراسة عن اتصالهم بخدمة الإنترنت بتواتيرة أحيانا، وهو ما يعتبره الباحث مؤشرا إيجابيا يدل على توفر المبحوثين على الإمكانات الواسعة بالربط بشبكة الإنترنت وبما يمكنهم من استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في البحث واسترجاع المعلومات التي
تفي بأغراضهم العلمية والبحثية. كما بلغ أعلى متوسط الوقت الذي يقضيه ممتلكو الهواتف الذكية بين 60 و79% يوميا، لدى نسبة 46.31% من الطلبة المبحوثين. يليها متوسط الوقت المستغرق طبعا في استعمال الهاتف بين 80 و100% لدى نسبة 20.15% من المبحوثين، وهو مؤشر يدل إما على الارتباط بالهاتف النقال والإدمان على الهاتف النقال، أو الفشل والتكرار في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها أو يحتاج إليها المبحوثين. وعلى صعيد آخر، أفادت نتائج أنه رتب الطلبة في الدرجة الأولى 5 دوافع أساسية لاستخدام الهواتف الذكية، سيما التواصل مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الدردشة، وإعداد التكليفات الدراسية والبحوث العلمية دون رجوع إلى استخدام أجهزة الحاسوب. ثالثا، التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وسد أوقات الفراغ مثل الألعاب والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام وغيرها. وأخيرا، استخدام محركات البحث. في حين جاءت في الدرجة الثانية دوافع التنقل وتحديد الأماكن، أي استعمال مثلا GPS، واستخدام التطبيقات الخاصة بالرياضة والصحة والسفر والهوايات الأخرى، ودافع التسوق الإلكتروني عبر مسح رمز الاستجابة السريعة، ودافع استخدام الخدمات المكتبية على غرار الفهرس المتاح عن بعد، الخدمة المرجعية، خدمة الإعارة والتسجيل عن بعد. وأسفرت أيضا نتائج الدراسة الميدانية أنه يعتمد الطلبة في الدرجة الأولى على محركات البحث لاسترجاع المعلومات التي تفي بأغراضهم العلمية والبحثية، وبما نسبته 39.65%. ثم خدمات البحث في قواعد البيانات التي تقترحها المكتبات الجامعية بنسبة 29.49%، تليها خدمات الفهارس المتاحة على الخط المباشر بنسبة قدرت ب 15.82% من إجمالي إجابات المبحوثين، ثم خدمات البحث في القوائم الموضوعية المتاحة على الإنترنت بنسبة 10.55%، وجاءت في المرتبة الأخيرة خدمات المصادر المرجعية على غرار الموسوعات والقواميس وغيرها من مصادر بنسبة لم تتعدى 4.50% من الإجابات. فيعتبر ضعف تدفق شبكة الإنترنت والصعوبات في قراءة الملفات والمصادر الطويلة والذات الحجم الكبير على الهواتف الذكية، وعدم تقديم المكتبة الجامعية للخدمات القائمة على تطبيقات الهواتف المحمولة من بين الصعوبات التي تحول دون الاستفادة القصوى للطلبة من تطبيقات الهواتف الذكية في نشاطاتهم التعليمية والبحثية، خاصة استرجاع المعلومات العلمية والتقنية. كما صنف الطلبة أيضا المبحوثين الصعوبات المتبقية بمستويات لم تتعدى 10% من مجموع الصعوبات الواردة في هذا المستوى، سيما صغر شاشة الهواتف الذكية ونقص تطبيقات الهاتف المحمول في التخصص العلمي وصعوبات التأكد من المعلومات ومصادرها أو موثوقيتها، وعدم توفر شبكة الواي فاي عند الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وعدم تناسب شكل موقع الإنترنت للمكتبة الجامعية مع تطبيقات الهواتف النقالة، ونقص التكوين، وأيضا صعوبات الكتابة على الهواتف الذكية. كما أشار المبحوثين إلى صعوبات أخرى غير واردة في اقتراحات الأجوبة، لا سيما قيود استخدام التي تفرضها بعض مصادر المعلومات الرقمية، وعدم درايتهم بتوفر تطبيقات الخدمات المتنقلة بالمكتبة الجامعية، فضلا عن تفضيلهم لمحركات البحث على حساب الخدمات المكتبية القائمة على تطبيقات الهواتف الذكية. وعلى أساس على ضوء هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها تنفيذ دورات تكوينية لفائدة الطلبة حول مهارات استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في البحث واسترجاع المعلومات العلمية والتقنية. وكذا لابد من تكييف خدمات المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعة بما فيها مواقع المكتبات مع تطبيقات الهواتف الذكية. أيضا لابد من توفير المخصصات المالية المناسبة للمكتبات الجامعية من أجل اقتناء
أو تحميل برمجيات تطبيقات ووضعها المجانية طبعا ووضعها في متناول المستفيدين، وأيضا وكذا إرسال البنية التحتية التكنولوجية للمكتبات الجامعية بما يتماشى مع متطلبات خدمات المعلومات المتنقلة والحديثة أيضا، كما توصي الدراسة أيضا بالسهر على نشر الثقافة الرقمية لدى الطلبة وحتى الأساتذة أيضا بالتنسيق مع الهيئات العلمية والبيداغوجية للجامعة وبما يتوافق مع البرامج الدراسية والمشاريع البحثية. أيضا تحسيس الأساتذة والباحثين على أهمية المشاركة في المبادرات النفاذ الحر لدعم المناهج الدراسية والبحث العلمي مصادر المعلومات غير المدفوعة، مع السهر على تمكين البيئة القانونية الكفيلة بحماية الملكية الفكرية والوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها، وأيضا توفير النسخ الإلكترونية للمراجع الدراسية وتمكين الطلبة من تنزيلها على الهواتف الذكية بصفة مجانية ودون قيود الاستخدام. كما يوصي الباحث أيضا بضرورة تكوين اتجاهات الطلبة وتشكيل سلوكهم الوظيفي في طرق التعامل مع الأجهزة الإلكترونية المحمولة وإرشادهم إلى الاستثمار فيها بفاعلية بما يخدم أغراضهم العلمية والبحثية وبما يفيدهم في حياتهم العملية أيضا، والحد من سوء استغلالها وما يترتب من مضيعة الوقت والجهد والمال فضلا عن عواقبه الخطيرة على الجانب النفسي والسلوكي والاجتماعي لمستخدميها. وأيضا لابد من تعظيم الاستفادة من أدوات الأجيال الحديثة للتعليم والتعلم عن طريق وضع برامج تثقيفية تحسيسية وتدريبية لتعريف الطلبة بكيفية عمل هذه التطبيقات وطرق توظيفها في المنظومة التعليمية. كما أيضا لابد من تنفيذ وتوسيع تطبيق شفرة الاستجابة السريعة كود كيار في المكتبات الجامعية في سبيل سد الفجوة الرقمية بين البيئة الافتراضية والمادية للمكتبات، وطبعا هذا يكون على مستوى الخدمات المكتبية التي تقدمها ذات المكتبات. أيضا الرفع من سرعة تدفق شبكة الإنترنت بالمرافق الجامعة بما يضمن مرونة البحث واسترجاع المعلومات واستخدام خدمات التعليم القائمة على الأجهزة المحمولة، وأيضا تفعيل الموقع الإلكتروني للمكتبة الجامعية ودعمه بمختلف تطبيقات الويب الحديثة على غرار فهارس الاتصال المباشر المحمول موبيل أوباك والخدمات المرجعية عبر الرسائل القصيرة، خدمات الواقع الافتراضي وغيرها من الخدمات التي يمكن استخدامها بواسطة الهواتف الذكية ودون قيدها بالشروط التعجيزية لاستغلالها والاستفادة منها من طرف المستفيدين. وأخيرا نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وشكرا. شكرا جزيلا دكتور قوالي على المحاضرة العلمية القيمة، وفعلا اليوم يعني ما يشهد المجتمع الأكاديمي تحديدا وطلبتنا والباحثين من الاستخدام المتعدد لمجالات الهواتف الذكية في مجال البحث العلمي والنشاطات العلمية. نتمنى من الجميع تثبيت الملاحظات، وإن شاء الله راح نحاول نفتح باب المداخلات قريبا. شكرا جزيلا دكتور قوالي على هذا الإطراء وهذا البحث العلمي المميز. ننتقل سلام. إلى ما أعرف دكتورة شذا، يعني دخلت على الخط دكتورة شذا وأستاذة شيماء والست وئام عبد الله. نرجو إنه ما أعرف دكتور أستاذ للأسف، عدنان يعني دخلوا الجماعة أو لا، ما أعرف. لا دكتور للأسف إلى الآن لم تمام، يتجاوب. يعني يبدو، شكرا جزيلا، يبدو انه اكو مشكله عندهم في الاتصال او الدخول. اخواني الاعزاء، السيدات والساده الباحثين الافاضل، الان نفتح باب المداخلات ان شاء الله، عندنا 10 دقائق من الوقت. نتمنى من الاخوان الزملاء اللي حاب يساهم ويانا في مداخله يرفع يد. تفضل دكتور استاذ محموده، تفضل المايك. شكرا جزيلا، تحية متجددة. هل مداخلة الدكتور ضيف داخلة
لا داخله في للأسف يعني ما أعرف إذا هو يعني هاي الجلسة مختلفة عن محاضرات الجلسة الماضية ولا مستقلة مستقلة. مستقلة. نعم، بالنسبة للدكتور نور الدين، شكرا جزيلا على الدراسة لموقع الويب أو الموقع الإلكتروني للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بالجزائر. لكن بودي أن أطرح سؤال، هل هناك نموذج موحد لتصميم الموقع الإلكتروني للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بالجزائر، أم هو اجتهاد لكل مكتبة على حدة؟ يعني هل هناك تصميم نموذج يتبعه المكتبات، أم كل مكتبة تصمم موقع إلكتروني خاص بها؟ ولاحظنا ترتيب المكتبات، المرتبة الأولى مكتبة بومرداس، ثم أدرار، ثم في المرتبة الأخيرة مكتبة تيرت. هذا بالنسبة للمداخلة الأولى بالنسبة للدكتور نور الدين. المداخلة الثانية بالنسبة للذكاء الاصطناعي، الهواتف الذكية هي وسيلة نستعملها محملة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستبانة التي وزعت على الفئة المستهدفة وهم طلبة من 350 طالب فيما أعتقد. هل هناك أسئلة في الاستبانة تتعلق بنوع وطبيعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يوظفها الطلبة في البحث العلمي، ما نوع هذه التطبيقات، ما هي، ثم ما مدى رضا الطلبة على هذه التطبيقات في عملهم البحثي في إنجاز يعني البحوث العلمية، سواء كانت في الماستر أو الدكتوراه، أو يعني في إنجاز هذه المذكرات، مذكرات البحوث، ما هي التطبيقات وما مدى رضا تمام. الطلبة بهذه التطبيقات؟ بالنسبة للأستاذ عبد الكريم، فقط بودي أن تلحق البحث بملحق لثبت المصطلحات وشرح المصطلحات مثل تردد الشبكة، كثافة الشبكة، الحواف، وإلى آخره. وآخر سؤال بالنسبة للدكتور عبد الكريم، الجهات المتعاونة هل هي تقتصر فقط على المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، أم هذه الجهات المتعاونة تنفتح على جهات أخرى؟ وشكرا جزيلا شكرا للباحثين على جزيلا، هذه المداخلات القيمة، وشكرا للدكتور شكرا جاسم الميسر للجلسة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور على المداخلة القيمة. يعني نبتدئ مع دكتور قوالي ونتمنى تكون الإجابة مختصرة حتى بعد لا ننتقل إلى أسئلة دكتور عبد الكريم. تفضل دكتور قوالي. دكتور قوالي ويانا، بإمكانك يعني تجاوب على السؤال من دكتور محمودة فيما يخص تساؤلين حول بحثيك. دكتور أستاذ عبد الكريم متواجد؟ أستاذ عبد الكريم تمام، بإمكانك تجاوب على السؤال الخاص لأستاذ محمودة فيما يخص يعني المداخلة فيما يخص شرح المصطلحات و يعني إيضاح الجهات اللي متعاونة في مجال بحثكم الموسوم. دكتور كريم بإمكانك تجاوب إذا تسمعني واضح، تسمعني واضح؟ يعني يبدو أكو مشكلة بالصوت. دكتور قوالي أو دكتور كريم، أي واحد منكم يعني متواجد بإمكانه يتواصل معنا؟ أكو سؤالين، يعني يبدو أكو مشكلة بالصوت. ننتقل إلى مداخلة من الأستاذة محاسن إدريس، تفضلي المايك مفتوح جنابك. السلام عليكم. عليكم السلام. محاسن إدريس الهادي، مستشارة التأصيل السودان. أهلا وسهلا. أهلا، الله يبارك فيك. والله أنا طبعا كنت أسأل برضو دكتور عبد الكريم يعني زاوية أول معاه. السؤال ممكن أطرحه ولا غير موجود؟ لا اطرحي ونشوف، يعني نحاول يجوز طيب ينضم معانا قريبا. إن شاء الله. طيب السؤال هو بالنسبة أنا عندي مشروع لإنشاء ما يعرف بالمكتبة، هي عالمية في الحقيقة إذا شاءت الأقدار إنها تكون عالمية، لأنه في تأصيل والإعجاز العلمي أنا باحثة، بيكونوا في باحثين في التأصيل والإعجاز العلمي من دول متعددة.
فكنت بسأل إنه بالنسبة للمكتبة الإلكترونية، أنا المشروع المكتبة الإلكترونية للتأصيل والإعجاز العلمي وهي عالمية، أنا عايز أعرف هل التصميم الموجود بالنسبة للدكتور عبد الكريم وبالنسبة للشبكة بتاعة التعاون العلمي عجبتني شديد يعني، فهل يمكن تطبيقه بالنسبة للتخصص المعين لو كان التأصيل؟ لأنه في الدراسات السابقة بيكون تعبانين تعب كبير جدا في إيجاد المرايع الخاصة بتكون نادرة يعني، فهل ممكن تصميم والذكاء الاصطناعي ممكن نعمل المشروع ده ولا لا؟ وشكرا له وشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتورتنا المحترمة على هذه المداخلة. ما أعرف أستاذ عبد الكريم موجود معنا؟ أستاذ فقط، نعم أستاذ فقط، أستاذ تفضل لو عاد تعيد الإجابة السؤال. على الأستاذ محمودة ودكتورة محاسن، الأسئلة يمك بس نرجو الاختصار، تفضل. نعم، بالنسبة للأستاذ الذي بالنسبة الأشكال أو الرسومات التوضيحية فقد تم وضعها بالنسبة لي في العرض التقديمي، ولكن نظرا لمشكل في عطف الحاسوب لم تظهر السلايدات للباحثين. بالنسبة للجهات المتعاونة فهي تمثل كل المؤسسات البحثية، لأنه على فكرة فمن أجل إنشاء شبكة علمية تعاونية أولا لدينا ما يعرف بالمدونة تضم كل الإنتاج العلمي المراد دراسته على شكل ملف إكسل بصيغة سي اس في، فهذه المدونة يتم إدخالها في البرمجية، فالبرمجية تحدد تلك المؤسسات، في أي مؤسسة هي، بما أننا ندرس الإنتاج شبكة التعاون العلمي فأكيد أن هناك كل المؤسسات البحثية تابعة للجامعة أو مؤسسة بحثية مستقلة وغيرها، فيتم كل مؤسسة بحثية لديها مقالات أو إنتاج فكري في تلك في الإنتاج المدروس يتم، وتكون أيضا دون أن ننسى تكون عندها علاقات تعاونية مع مؤسسات أخرى، كلها تظهر في البرمجية وتعطيك تعطي حتى بالمعدل والدرجة وكل شيء. هذا بالنسبة للأستاذ الفاضل. الأستاذة أنا صراحة لم أفهم يعني المقصود الدكتورة أو محاسن تقول عندها مشروع لإنشاء المكتبة العالمية للتأصيل والإعجاز العلمي، تقول إحنا نقدر نعتمد التصميم اللي جنابك مشتغل عليه، يعني ما أعرف تقريبا هيك فهمت، وهي إذا موجودة ممكن تكرر السؤال. يعني أستاذ، لا لا مشكلة أستاذ، الأستاذة ممكن نعم يعني بإمكان الدكتورة تتواصل معك أعتقد حتى ممكن تتوضح الأمور أكثر. أستاذ نشرح شيء فقط حتى تكون للباحثين أو للأستاذة، العلاقات شبكات التعاون العلمي تتكون موجودة، على أي أساس يتم؟ نعم موجودة معكم، نعم السلام عليكم. سلام ممكن دكتورة أستاذة ممكن باختصار تريدين إعادة السؤال؟ سؤالك؟ أي باختصار السؤال، السؤال أنا عندي مشروع، نعم واضح الصوت، واضح واضح أي واضح مشروع السؤال. عندي مشروع يا دكتور بالنسبة لمكتبة للتأصيل العلمي، التأصيل والإعجاز العلمي، عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في المرايا لأنه التخصص شوية جديد حتى في العالم، فهل ممكن نستفيد من التقنية اللي عندكم وموضوع التعاون الشبكة يعني؟ والله يا ريت يعني، أنا أتمنى إنه أقدر أتواصل معك وأقدر، لأنه عندنا شغل في إدارة التأصيل بالتعليم العالي ضروري جدا جدا واضح، لأنه نعمل هذه الشبكة مهمة جدا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. طبعا اخوان احنا نعم أستاذ، الدكتور عبد الكريم نعتذر منكم جميعا، حقيقة كان بودنا نسمع لجميع الأسئلة وجميع الإجابات من قبل الأخوة الباحثين ومن قبل الأخوة يعني الحضور الكرام على التساؤلات، لكن للأسف يعني وقت هذه المنصة ووقت الجلسة العلمية يعني تم إعلامنا أنه انتهى،
تمنياتنا لجنابكم دائما بدوام التوفيق، لكل تحية معطرة لكل الإخوان الباحثين اللي قدموا محاضراتهم العلمية، والشكر موصول لجميع الأخوة الحضور اللي ساهموا معنا بالاستماع وبالمداخلات، وإن شاء الله تعالى نلتقي معاكم في أوقات أخرى وفي مؤتمرات لاحقة وفي ملتقيات علمية لاحقة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا سعادة البروف سلام العزي على هذه الإدارة الرائعة للجلسة والالتزام بالوقت. أيضا شكرنا موصول لجميع الأساتذة المشاركين، الأستاذ قوالي نور الدين وأيضا الدكتور عبد الكريم حجاب، وجزاكم الله عنا كل خير، ونسأل الله أن يكتبه في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم الآن معكم بشرح طريقة الحصول على الشهادة، رابط الشهادة والحضور، وقد تم وضع الروابط جميعها في الشات، والآن سأعيد مرة أخرى إرسالها، ونرجو من حضراتكم الاحتفاظ بالروابط حتى إن كان هناك ضغط على المنصة بإمكانكم الدخول إليها في وقت آخر. نعم اسمحوا لنا أحبتنا الكرام أن نقوم بمشاركة الشاشة مع حضراتكم. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم بالشرح التفصيلي إن شاء الله لشهادة جميع الجلسات البحثية لهذا اليوم، وأيضا المحاضرة الخاصة بالدكتور ضيف بن محمد، ضيف الله بن محمد. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل، ونكتب في خانة البحث منصة وريد العلمية، فتظهر لنا المنصة الموقع المنصة بهذا الشكل الذي ترونه أمامكم، وبإمكان الأعضاء المسجلين في المنصة فقط الضغط على تسجيل الدخول فينتقلون مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمنصة، ومن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه الضغط على سجل مجانا، فيتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية، وأيضا بريد إلكتروني فعال، وكلمة مرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على التسجيل، فترسل المنصة رابط إلى الجيميل، وعند الضغط على الرابط نصبح أعضاء رسميين في المنصة. وأيضا هناك فيديو مرفق لشرح مبسط لعملية التسجيل. بعد ذلك ننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالمنصة، وكما تشاهدون أمامكم البوابة الخاصة بالمحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. نقوم أحبتنا الكرام سوية بالضغط على الجلسات. نقوم بالضغط على الجلسات، فننتقل مباشرة إلى الجلسات التي نحن الآن بصددها، ونقوم أيضا نقوم بعد ذلك بالدخول على الرابط اليومي الثاني. اليوم الثاني فتجدون فيه، طبعا يقوم بتحميل بعض الشيء، فتجدون فيه جميع المحاضرات والجلسات البحثية التي قدمت، وأيضا المحاضرة الخاصة بالدكتور ضيف الله بن محمد. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على نيل يعني إصدار الشهادة باللغة الإنجليزية، هذا مختصرها، فننتقل بعدها مباشرة إلى الرابط الخاص بالشهادة. نقوم بتحميل الشهادة إلكترونيا، فيتطلب الأمر استقطاع مبلغ بسيط، وهذا المبلغ يكون لدوام المنصة. وبالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية فبإمكانهم تحميل الشهادة مجانا، وإليكم هذا النموذج عن الشهادة. عند الضغط عليها تظهر لكم كما يظهر أمامكم الآن بالشاشة هذا النموذج. نعم أحبتنا الكرام، وأيضا لمن لم يكن لديه رصيد في المنصة فبإمكانه الضغط على علامة الزائد، فينتقل مباشرة إلى طريقة تعبئة الرصيد، وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد، منها عبر أعضاء أريد أو الباي بال أو شركاء الحوالات المالية. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح لعملية تحميل الشهادة الخاصة بهذا المؤتمر.
والآن سوية ننتقل إلى استراحة بسيطة، ومن ثم نعاود مع الندوة العلمية والتي بعنوان آفاق التصنيف والحماية وقياس المعلومات في الجامعات والمكتبات، دراسات تطبيقية وتحليلية. وسيكون معنا في إدارة هذه الندوة سعادة الدكتورة مريم قيس، وكذلك رئيسا للجلسة البروف رحاب يوسف. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسوف إن شاء الله نبقي القاعة مفتوحة إلى ذلك الوقت. استراحة لمدة نصف ساعة، عند 7:30 إن شاء الله نعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.